شهدتها شهدتها يا على بخرابة بحش. الكل اليوم سلك الوعر، الطريق التي كانت واحدة من عدة كان يمشيها الشيخ سليمان الهذلين متنقلا بين المسافر وحيدا لمواجهة الاستيطان. الكل حضر، أهله وجيرانه في المسافر المنسية، ومن ذاق مر مواجهة الاحتلال في ذويه أو نفسه، حتى من كان يشكو الشيخ خذلانهم من المسؤولين حضروا. هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، والدعاء لقوة الشعب الفلسطيني الشيخ سليمان الهذلين في هذه اللحظات الحرجة والحزينة. نحن الآن نتمالك أصحابنا الآن إلى البكاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبله الشهداء وفعليين. حط السيف قبال السيف، وإحنا الجانب حط الضيف، وإحنا الجانب حط الضيف. لم يمت عطشا من حمل الشمس على جبينه بين الجبال مقطوع المياه عن مسكنه، ولكنه ارتقى أمام مركبة عسكرية لم تستطع عكازه إيقافها. وقف وقفة الرجال الأبطال في زمن عز فيه الرجال، وقف مدافعا عن كل ذرة في تراب هذا الوطن، مدافعا عن حقنا فيها وعن حقنا في كل حجر وصخرة وذرة تراب فيها. لن نختلف على الشيخ سليمان الهذلين، بل سنتنافس من سيحمل راية الشيخ سليمان الهذلين. هذه المستوطنة التي قاومها الشيخ سليمان الهذلين بحاجة لفعل مقاومة أيضا فلسطيني لإزالتها. وسط الحشود الحزينة، قبر على جبل في العراء، تستمر مواجهة الشيخ سليمان في وجه المستعمرات كما بدأ. بالدموع والتكبيرات زفت المسافر خبر يتمها، والآن يواري فلسطينيون جثمان شيخهم هنا في أرض أم الخير بعد أن أتم المسيرة إلى الأرض وفي وجه المستوطنات مرة أخرى. سائد نجم لوكالة جي ميديا.